Salut tout le monde, j'espère que tous et toutes vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc c'était la partie 3 de la révision générale pour les élèves de 4e année concernant les cours de premier et deuxième trimestre. Alors اليوم أعزائي التلاميذ راح نتلاقوا في فيديو جديد واللي هو فيديو الجزء الثالث من المراجعة الشاملة لدروس الفصل الأول والثاني للسنة الرابعة متوسط. دونك سيل فوبلي بقى معايا حتى لافان. Alors, أول درس راح نبدأ به واللي هو le discours direct et le discours indirect. Donc, je l'ai déjà fait des vidéos, راح نخليهم في la barre d'infos, mais راح نديرو grosso modo une petite explication sur le discours direct et le discours indirect. Donc, راح نشوفو la définition, يعني التعريف تاع كل من الخطاب المباشر والخطاب الغير مباشر. Discours direct, rapporter fidèlement, sans modification, les paroles de quelqu'un. يعني هو نقل كلام شخص معين بدون تغييره. Est-ce que c'est clair? أما فيما يخص le discours indirect, فهي rapporter les paroles de quelqu'un dans une proposition subordonnée introduite généralement par que. يعني هو نقل كلام شخص معين لكن نديرو في جملة. هذه الجملة تسمى جملة نسبية وتبدأ ب le pronom que. يعني نصيبو فيها le pronom que. Est-ce que c'est clair? نجو الآن ما هي مميزة le discours direct ou le discours indirect. كي نجو نتكلمو على le discours direct, c'est-à-dire لازم نكون فيه le verbe d'opinion, pardon, verbe de parole, افعال القول, deux points, لازم يكون فيه نقطتين, et les guillemets اللي هي المزدوجتين. Est-ce que c'est clair? كي نجو الآن نتكلمو على le discours indirect, لازم يكون عندنا verbe de parole, لكن هذا الفعل القول لازم يتبع بماذا؟ بكو. وهنا كو موراها لازم تكون فراز ديكلاراتيف, يعني جملة عادية. أو دو زائد لو فيرب يكون في الانفينيتيف عندما تكون جملة أمرية. لازم كان ديليكا نصيبو فيه سي, أو مثلا نصيبو فيه سو كو أن برونو انتيروغاتيف كيما comment et pourquoi. Est-ce que c'est clair? Donc, en tous les cas, nous allons vous montrer le discours direct et indirect et les verbes introducteurs de parole. Nous allons vous montrer la barre d'infos. Nous allons vous montrer il affirme deux points et deux guillemets. Donc, la solidarité renforce les liens sociaux. Alors, on a fait le mitel. Nous avons le verbe introducteur de parole, le roi affirme. Nous avons deux points, le roi noctatin. Et bien sûr, nous avons les deux guillemets. Quand nous avons le mitel, il me reste un discours indirect, le roi le khitab le ghir mubashir. Il affirme que. إذن هنا عوضنا في مكان النقطتين والمزدوجتين ب كو. دونك هنا تصبح il affirme que la solidarité renforce les liens sociaux. دونك هنا affirme c'est un verbe introducteur de parole. دونك هنا في مكان النقطتين والمزدوجتين درنا كو, ومورا كو أكيد راح تجينا une phrase déclarative جملة عادية. والآن راح نمرو لأهم شيء في المراجعة الشاملة واللي هي la conjugaison, يعني تصريف الأفعال. Alors, راح نبدأ بالإمبارفي دو لانديكاتيف. واش هو هذا الإمبارفي دو لانديكاتيف؟ أول حاجة لازم تعلموها في الإمبارفي سكو هو نستخدموه كي نبغو نتكلمو على نحكو على قصة معينة أو مثلا نوصفو شيء معين. اسكو سي كلار؟ دونك هنا راح نشوفو حنا في طبيعة الحال عندنا ثلاث أنواع من الأفعال في اللغة الفرنسية. عندنا فيرب دو بخومي كروب, دوزيام كروب, إي تخوازيام كروب. هنا في هاد الحالة بالنسبة للأفعال تاع بخومي كروب وتخوازيام كروب عندهم نفس لا تيرمينيزون واللي هي تبع معايا مليح IS AIS AIT IONS EZ AUNT. أما في مخصص دوزيام كروب فهي الحاجة اللي نعرفوها كامل أنه تبقى نفس التيرمينيزون تاع برومي و دوزيام كروب, باردون تاع برومي و تخوازيام كروب, ونضيفو لها فقط E دوز S وتصبح بالشكل الآتي E دوز S AIS E دوز S AIS E دوز S AIT E دوز S IONS E دوز S EZ E دوز S AUNT. راح نعطيكم مثال. كون جيتي بوتي, دونك انا ديجا راه يحكي على حاجه صرات له في الماضي. كون جيتي بوتي دونك جابيتي اورغلا. دونك هنايا ايتي سو لو فيرب اتر مصرف في الامبارفي, و ابيتي سي ان فيرب دو برومي كروب تيرمينيزون تاعو اي اس. هنا كي نجي نتكلم على الامبارفي دو لانديكاتيف بيان سور ماشي كاع الافعال راح ندير لهم هذا التيرمينيزون. كاين بعض الافعال اللي يصرى فيهم تغيير بسيط. تبعوا معايا مليح. والآن راح نتكلموا على particularité de verbe en, يعني بعض الأفعال الخاصة في l'imparfait راح يصرى فيها تغيير طفيف. دونك مثلا الأفعال اللي تكمل بال CER, جو دي بيان الأفعال اللي تكمل بال CER, واش راح يصرى لها؟ مثلا عندنا لو فيرب مثلا ديبلاسي, راكم تلاحظوا معايا هذا المثال الأول مع الإيل. شوفوا معايا مع كاع التيرمينيزون
مع جو مع تو مع الايل ومع الايل افيك اس و ال افيك اس. هذاك لو سي اللي راكم تلاحظوا فيه راح نديرو لتحته لا سي ديل داكوغ، وتصبح بالشكل الاتي، لكن ما نديروهاش فقط في النو والفو كما راكم تلاحظوا. نو ديبلاسيون فو ديبلاسي، يعني تبقى كما هي فقط في جو و تو والايل ال ال افيك اس ال افيك اس اللي نديرو لا سي ديل. فيما يخص الافعال اللي تكمل بالجي او ار، مثلا فواياجي، الوغ راح نضيفو لو او، راح نضيفو لو او مع جو ومع تو، يعني قبل لا تيرمينيزون، قبل لا تيرمينيزون كي رايحين نحو هذيك الاو ار، مور هذاك لو جو راح نديرو مثلا الاو داكوغ. هذا من بعد الخواص تاع هاد الافعال اني نضيفو لو او، لكن وين تنضيفو لو او؟ نضيفو فقط في جو وتو والايل والال، ال افيك اس ال افيك اس، لكن مع النو والفو ما نضيفو والو. مثلا عطيناكم تو فواياجي، راكم تلاحظوا زدنا لو او، لكن مع النو والفو ما زدنا والو، دونك بقات لنا نو فواياجون فو فواياجي. اسكو سي كلير؟ المثال الثالث واللي هي الافعال اللي تكمل بالاي او ار، هنا حذري اعزائي التلاميذ، في النو والفو رايحين نكتبوا نورمال الفعل تاعنا عادي، راح نقلع هذيك الاو ار ونديروا لا تيرمينيزون تاعنا اي او وان اس اي او زد عادي، ماشي غير تلاقوا زوج تاع الاي تقولوا لازم نحي واحد فيهم، لا خلوهم في زوج. اسكو سي كلير؟ هذا فيما يخص لامبارفي. والان راح نتكلموا على لو بلوس كو بارفي. واش هو لو بلوس كو بارفي؟ كيفاش يتصرف لو بلوس كو بارفي؟ دونك هو لازم يكون عندنا اتر او افوار، لازم نكونوا مصرفينهم في لامبارفي زائد لو بارتيسيپ باسي دو فيرب. اسكو سي كلير؟ دونك نعطيكم مثال، كي نقول لك اتر ولا افوار في لامبارفي يعني يصبح بهذا الشكل، نقولوا جيتي تو ايتي il elle était nous étions vous étiez et la vitesse la vitesse était. اما فيما يخص avoir يبقى كالاتي ويصبح بالشكل الاتي، عفوا j'avais tu avais il elle avait nous avions vous aviez et la vitesse avait. Est-ce que c'est clair? زائد le participe passé تاع le verbe. Le participe passé ديجا راني شرحته من قبل وقلت لكم انه le participe passé هو انك مثلا اذا عندي مثلا le verbe chanter وراني حابه ندير له participe passé تاعو، دونك افعال تاع الفوج الاول راح نقلع فقط هذاك الاو ار وندير فوقها او اكسون، راح ندير في الافعال تاع الدوزيام كوب راح نحي هذيك الاي ار وندير اي في مكانها. اما فيما يخص الافعال تاع الفوج الثالث هنا تتغير من فعل الى اخر، لانه هنا يجي certain verbe qui change complètement. D'accord؟ هنا راح نعطيكم مثال ال ايتي سومبلي. دونك هنا مثلا لو فيرب سومبلي قال لك صرف لي لو فيرب سومبلي سان فيرب دو برومي كروب، قال لك صرفه لي في لو بلوس كو بارفي. اول حاجه لازم نعرفوا الفعل تاعنا هذا يتصرف مع اتر ولا يتصرف مع افوار. اسكو سي كلير؟ دونك راح نعطيكم وراها جوج افعال اللي لازم تتصرف مع افوار، عندنا 14 فعل راح نخليها لكم دوكا تشوفوها. دونك هذا سومبلي يتصرف مع اتر داكوغ، دونك ال ايتي سومبلي. اولا درنا اي درنا البارتيسيب باسي داكوغ، ثاني حاجه رانا زدنا الاو وزدنا الاس. علاش زدنا الاو والاس؟ لانه لو سوجي تاعي هو ال افيك اس، كي يكون لو سوجي تاعك ال افيك اس تادير فيمينا بلوريال هنا في لافون راح نزيدو او اس. اسكو سي كلير؟ دونك انا المثال الثاني جافي ابيتي لونتون ا ورغلا بوي جو مو ديبلاسي. اسكو سي كلير؟ دونك هنا اعزائي التلاميذ، هنا في هذه الجمله من بين الاسئله اللي طرحتهم لي بزاف، وانت مدام مثلا يعطوكم جمله ويقول لك صرفها لي في الزمن المراد تصرفه، هل مثلا في لامبارفي ولا بلوس كو بارفي؟ لاحظوا معايا مليح، اول حاجه لازم نفهموها سي كو لازم وين تنصرفوا في بلوس كو بارفي، لازم نصرفوها في الفعل الذي يسبق، يعني الفعل اللي يجي هو الاول هو اللي نديروه. دونك هنا مثلا عندنا ابيتي لونتون ا ورغلا داكوغ، كان يسكن طويلا في ورقلة من بعدها تحول الى غوش. دونك هنا اعزائي التلاميذ لاحظوا معايا مليح، وين هل الفعل الاول كي كان يسكن في ورقلة ولا كي تحول المكان جديد؟ اكيد كي كان يسكن في ورقلة، اذا هو هذا هو الحاجه اللي سبقت اولا. دونك هذا هو الفعل اللي نصرفه في بلوس كو بارفي، موراها الفعل اللي موراه نصرفه في لامبارفي، وتصبح بالشكل الاتي جافي ابيتي لونتون. بما انه ابيتي راح نصرفه في بلوس كو بارفي لازم نستخدم معاه يا اما اتر ولا افوار كما راكم تلاحظوا، جافي ابيتي لونتون اوغلا بوي جو مو ديبلاسي، وهنا ديبلاسي راح نصرفه فاش في لامبارفي. اسكو سي كلير؟ هنا كما راكم تلاحظوا من بين افعال الخاصه درنا لا سي ديل. اسكو سي كلير؟ هذا فيما يخص اعزائي التلاميذ لو بلوس كو بارفي. والان اعزائي التلاميذ هادو هما الافعال اللي راكم تلاحظوا فيهم امامكم اللي يتصرفوا مع اتر، يعني هنالك 14 فعل، عندنا devenir revenir monter rester sortir venir aller naître descendre entrer rentrer bien rentrer tomber retourner
arriver, mourir et partir. هذه هي أعزائي التلاميذ أهم الأفعال ما زائد لي فيرب برونومينو اللي هما مثلا سو لافي سو مونجي اكسيتيرا. دونك الآن راح نخليكم كذلك مع الأفعال أو بيان كما قلت لكم قبل اتر يعني كيفاش يتصرف مع كامل الأزمنة كما كنتم تلاحظوا في البريزون في لامبارفي في الفوتور سامبل في الباسي سامبل في بلوس كو بارفي وكذلك في الباسي كومبوزي. وكذلك راح نخليكم الآن مباشرة نمروا مع فيرب افوار. والآن بيان سور عندنا لو فيرب افوار كذلك في البريزون في لامبارفي في الفوتور سامبل في لو باسي سامبل في البلوس كو بارفي وكذلك في الباسي كومبوزي. جيسبر هادو كامل تحفظوهم باسكو رايحين تحققهم مليح مليح في البيان تاعكم. الآن نمروا لشيء آخر. Et voilà, maintenant on va parler un petit peu sur le subjonctif présent. هذا اللي سقسيتوني عليه بزاف. Donc le subjonctif présent بالنسبه للافعال تاع الفوج الاول والفوج الثاني. Donc verbe premier groupe et troisième groupe ce sera la même terminaison. Donc e, es, e, i, o, n, s, i, e, z, e, n, t. اما بالنسبه للثاني جروب فكاي افعال رايحين نضيفوا فقط الاي دو اس وحتبقى التيرمينيزون كهي كما هي وتصبح بالشكل الاتي et deux s e et deux s e s et deux s e et deux s i o n s et deux s e e z et deux s e n t. انا راح نعطو مثال il faut que nous protégions. اذا هنا الفعل اللي جا مور كو راح نصرفه فاش نصرفه في السبجونكتيف بريزون اللي هو اي او ان اس. علاش درنا اي او ان اس باسكو عندنا نو دونك تصبح بالشكل الاتي il faut que nous protégions la nature afin qu'elle soit. هنا سوا في هذه الحاله هي سي لو فيرب اتر راه مصرف في السبجونكتيف بريزون داكور. دونك جو ريبيت il faut que nous protégions la nature afin qu'elle soit habitable aux différentes espèces. اسكو سي كلير. هنا بعض الافعال الخاصه اللي هي افعال تاع الفوج الثالث اللي هي التصريف تاعها راح يكون خاص ام تي بو. مثلا عندنا الفيرب فير نقولوا كو نو فاسيون داكور كو جو فاس. Alors je répète, عندنا هنا le verbe faire, on peut le que je fasse, que tu fasses, qu'il qu'elle fasse, que nous fassions, que vous fassiez, qu'il avec elle, qu'elle avec elle fasse. Est-ce que c'est clair? Donc on peut le que nous fassions. Est-ce que c'est clair? مثلا عندنا le verbe pouvoir, on peut le qu'il puisse. D'accord, Ngulu, que je puisse, que tu puisses, qu'elle puisse, et voilà, que nous puissions, pardon, que nous pouvions, que vous pouviez. Est-ce que c'est clair? Ou que les cartes ne le veulent savoir, les huit bedel tememen, Ngulu, que je sache. que tu saches. Donc en tous les cas راني حطيت لكم كامل هاد الوضعيات الخاصه بلو سيبجونكتيف حطيتهم تاني كدرس راح اوسي راح ندير لكم في لا بار دانفو باش تفهموني اكثر. الان باش نزيدو نتعمقوا اكثر في لا كونجيغيزون ما تقولوليش مادام عندنا ما عندناش باسي كومبوزي ولا ما عندناش لامبارفي راكم اون 4ييم اني. خاص التلميذ كي يطلع للليسي لازم يكون عارف سورتو الفو البازي على لا كونجيغيزون باسكو الا كان التلميذ في 4ييم اني ما يعرفش الباسي كومبوزي ما يعرفش لامبارفي الباسي لو بلوس كو بارفي سي غراف سي غراف. دونك هنا لازم تلاحظوا كل شيء التلميذ لازم يلم بكل الجهات. Donc, au choix le passé composé, لازم يكون عندنا être ou bien avoir, لازم نصرفهم في البريزون ونزيد لهم لو بارتيسيپ باسي تاع الفيرب وهذا نعرفوه كامل. نعطيكم مثال جي فيزيتي تلمسان nous sommes restés à la maison. Bien sûr. هنالك الافعال اللي تتصرف مع être هنالك الافعال اللي تتصرف مع avoir. الافعال اللي تتصرف مع être راني ديجا درت لكم لي 14 فيرب بلس لي فيرب برونومينو. Est-ce que c'est clair? Et voilà, maintenant on va parler un petit peu sur le futur simple de l'indicatif, le futur simple. Donc terminaison tao y a zaitilamid, il y a tashmal jamia al-af'al, que ce soit verbe de premier groupe, deuxième ou bien troisième groupe, ou il y a quel ati r a i r a s r a r o n s r e z r o n t. Je dis bien hadri, mchi e n t, mchi r e n t, la du r o n t. Est-ce que c'est clair? Donc là, on a des comme exemple. Quand j'irai à Béjaïa, donc un irai, c'est le verbe aller. Attention, le verbe aller au futur simple, on colo j'irai. D'accord, parce que c'est un verbe à faire le chassa. Mais je vais vous dire que le er on dit fait mécan à terminaison. Non, je vais vous dire que le er on dit la terminaison. Fakat kemari moujoudalla. Hada fait le chassa. On colo j'irai, tu iras, il, elle ira, nous irons, vous irez, il avec elle, elle avec elle, iront. Est-ce que c'est clair? Donc quand j'irai à Béjaïa, كي رحت لبجايا جو ديكوفريري يعني اكتشفتو لو بارك دو غورايا يعني اكتشف المنطقه ولا المنتزه تاع غورايا.
هنا كذلك عندنا بعض الافعال الخاصه في لو فيوتشر سامبل اللي راح يصرى فيها تغيير بسيط. باغ اكزومبل عندنا الافعال اللي تكمل بال او ال او ار، مثلا لو فيرب ابولي. اسكو سي كلير؟ تبعوا معايا مليح. في لو فيرب ابولي هنايا عندنا نضيفو لهم في مع جو و تو و الايل و الال، ايل افيك اس على افيك اس. واش راح نزيدو لو ال داكون. اسكو سي كلير؟ دونك هنا مع جو ريبيت الافعال اللي تكمل بال او ال او ار، مثلا ابولي مع كاع الضمائر راح نزيدو لو ال، نزيدو ال واحد اخر، وبالتالي تصبح ابولري، جابولري، اكسيتيرا. دونك جابولري على بي، يعني انا انادي للسلام. كذلك هنا مثلا افعال اللي تكمل بال ال او ار، مثلا كيما بلوري. دونك هنا راح نديرو في الاول راح يتحول لنا او اكسون. كذلك في المثال اللي بعده في جولوري، بيان جولوري. دونك هنا راح نضيف هنالك بعض الافعال الخاصه، يعني هذه ما نشرح انسيستي عليها بزاف لانه انا نعطيكم القاعده العامه والقاعده الخاصه باش تفهموني اكثر. اسكو سي كلير؟ دونك هنا عندنا الافعال كذلك اللي تكمل بال او تي او ار، مثلا هنا نضيف لها تي واحد اخر، مثلا كيما تي جو تو را باغ اكزومبل، جو تي تصبح هنا جو tu jeteras les déchets. داكور؟ مثلا acheter يكمل، سي فري يكمل بال تي او ار، لكن هنا ماشي راح نزيد تي واحد اخر، حذاري، ماشي كاع الافعال اللي تكمل بال تي او ار ولا بال او تي او ار راح نزيد لها تي، ما عندنا فقط ان جوتي. واللي هنا acheter كما راكم تلاحظوا في مكان هذاك الاو راح ندير او اكسون. اسكو سي كلير؟ هنا مثلا عندنا كيما لو فيرب كورير، هنا راح نضيفو ار واحد اخر، داكور، وتصبح بالاتي كالاتي نو كورون. Est-ce que c'est clair? Maintenant, non, bien sûr. Maintenant, verbe pouvoir. Fait vous, anglo, vous pourrez. D'accord? Vous pourrez. D'accord? Amma, fait m'chose le verbe voir. Fait s'pah b'chèque l'été. Il verra. Il verra. Hada, aza, et elle met m'chose le futur simple de l'indicatif. الان راح نمرو حاجه تري تري امبورطونت واللي هي لو فيتور انتيريور، واللي هذا سقسيتوني عليه اوسي بوكو بوكو. دونك هنا لو فيتور انتيريور واش لازم يكون عندنا؟ هادو لازم تحفظوهم، قاعده لازم تحفظوها في لسانكم. لو فيتور انتيريور هو لازم يكون عندك اتر ولا افوار، يكونوا مصرفين في الفيتور سامبل ونزيد لهم لو بارتيسيپ باسي تاع الفيرب تاعنا. اسكو سي كلير؟ دونك اتر ولا افوار مصرفون في الفيتور، نورمالمون نعرفوهم. جو سوري، تو سورا، ايل ال سورا، نو سورون، vous serez et la vieillesse et la vieillesse seront. اما بين خص avoir نقولو j'aurai tu auras il elle aura nous aurons vous aurez et la vieillesse et la vieillesse auront. اما بالنسبه للبارتيسيپ باسي فراني شرحته ديجا من قبل، قلت لكم انه الافعال تاع الفوج الاول راح نحي هذاك الاو ار وندير في مكانها او اكسون، افعال تاع الفوج الثاني راح نحي الاي ار وندير في مكانه الاي، افعال تاع الفوج الثالث راح تختلف من فعل الى اخر، مثلا savoir تولينا su، boire تولينا bu، vivre تولينا vécu. راح نعطيكم هنا مثال. dès que nous aurons eu l'agrément nous commencerons le projet. حذاري هنايا، المره اللي فاتت شرحت لكم انه كيفاش نعرف وين تنصرف في البلوس كو بارفي وين تنصرف في لامبارفي، وقلنا نتصرفي في البلوس كو بارفي ولا لامبارفي في الفعل اللي يسبق. اسكو سي كلير؟ هنا في الفيتور سامبل وعندنا الفيتور انتيريور، لازم ديروا في بالكم انه الفيتور انتيريور دائما هو اللي يجي قبل الفيتور سامبل، هو دائما يجي بون عندنا فيتور انتيريور موراها يجي فيتور سامبل. اسكو سي كلير؟ اذا الفعل اللي سبق وسع هو اللي يصرفوا في الفيتور انتيريور، والفعل الثاني يصرفوا في الفيتور سامبل. اسكو سي كلير؟ dès que nous aurons l'agrément nous commençons le projet. donc حنا وين تاع كي عطاكم لاغريمون ولا بديتو البروجي، وين الحاجه اللي سبقت؟ بيان سو كي عطاكم الاذن ولاغريمون الا بديتو المشروع تاعكم. اذا كي بدي عطاكم هذيك لاغريمون، هذاك الفعل هو اللي نصرفو فاش؟ في لو فيتور انتيريور، والفعل الثاني نصرفو في لو فيتور سامبل. تصبح الجمله كالاتي: dès que منذ حصولنا على يعني هاد لاغريمون نو كومونسيرون لو بروجي، بدينا البروجي تاعنا. اسكو سي كلير؟ دونك هنا هنا هي نورمالمون هنايا كانوا حاطين لكم لو فيرب افوار بين قوسين، لانه الفيرب افوار اول حاجه مع من يتصرف اكيد يتصرف مع افوار، تصبح بالاتي على هادي درنا اورون، هادي او راكم تتسائلوا واش هي هادي او، هو لو بارتيسيپ باسي تاع لو فيرب افوار. اسكو سي كلير؟ نروح للمثال الثاني: نو كومونسيرون لو بروجي دو كو نو زافون او لاغريمون. ونستطيع انه نقلبها عادي، يعني بدينا البروجي تاعنا كي عطاونا ديجا لاغريمون، دونك الحاجه الاولى اللي بدينا بها هي لاغريمون، من بعد بدينا البروجي. اسكو سي كلير؟ اعزائي التلاميذ هذا فيما يخص لو فيتور انتيريور دو لانديكاتيف، واللي سقساوني بزاف مادام وين تنديروه وين تنديروه، راني ديجا شرحتلكم، قلنا دائما لو فيتور انتيريور هو اللي يجي قبل الفيتور سامبل، يعني الفعل اللي سبق. بالنسبه نفس الشيء بالنسبه للفيتور لامبارفي والبلوس كو بارفي، بلوس كو بارفي دائما هو الفعل اللي يسبق من بعد يجي لامبارفي. اسكو سي كلير؟
انا راح نتكلم على لو كونديسيونال بريزون، هذا اللي سقستني عليه بزاف لابوني جود مورنينغ، اللي سقستني بزاف على لو كونديسيونال بريزون. لاحظوا معايا مليح، لو كونديسيونال بريزون واش هو؟ لو كونديسيونال بريزون هو الفعل تاعك كيما راه، داكور، الفعل تاعك كيما يعطوهولك، فقط مع الاخير تزيدي له لا تيرمينيزون تاع لامبارفي. اسكو سي كلير؟ دونك هذه ار اللي راكم تلاحظوا فيها، ار ا اي اس، ار اي اس، هذه ار تاع الفعل، داكور، كي مثلا كيما شونتي، ابلي، شونجي، اكسيتيرا، ولا سينير، اكسيتيرا. دونك هنا فقط انه هاد الار تاع الفعل، وهنا نضيفوا له فقط لا تيرمينيزون تاع لامبارفي. انا جو دي بيان لامبارفي، تخلوا الفعل كيما راه وتضيفوا له لا تيرمينيزون تاع لامبارفي، تصبح بالشكل الاتي: ار اي اس، ار اي اس، ار اي تي، ار اي او ان اس، ار اي او زد، ار اي او ان تي. راح نعطيكم مثال واحد فقط، مانيش راح نتكلم من الامثله الاخرى لانه راهم معقدين، راح نزيد لكم نشرح لكم اكثر. المثال الاول قال لك جامري، جامري دوفينيغ ان ميدسان، راني باغي نولي ميدسان. دونك هنا جامري راكم تلاحظوا ايمي خلينا كيما راه، وضفنا له لا تيرمينيزون تاع لامبارفي، tu pourrais réussir ton BM. دونك هنا pourrais سي لو فيرب pouvoir، اولا هذاك لو فيرب pouvoir درناه حولناه مع tu pourrais، داكور، ودرنا لا تيرمينيزون AIS اللي هي تيرمينيزون تاع لامبارفي. حدا لي لو فيرب بوفوار فولوار وكاع هادو لازم تكونوا عارفينهم باسكو عندهم يعني تصريف خاص. اسكو سي كلا؟ دونك نعاود، لو كونديسيونال بريزون هو لو فعل في الفعل فيرب تاعك يبقى كيما راه، هنا فقط انك تزيد لا تيرمينيزون تاع لامبارفي اللي هي ار اي اس، ار اي اس، ار اي تي، ار اي او ان اس، ار اي او زد، ار اي او ان تي. الان راح نتكلموا على ليكسبريسيون دو لا كونديسيون، معناتها العباره الشرطيه. واش هما الاسس تاع العباره الشرطيه؟ من بين الامور اللي نصيبهم في العباره الشرطيه عندنا سي، عندنا ا كونديسيون كو، وعندنا او كا او، ولا عندنا دون لو كا او. اسكو سي كلا؟ تبعوا معايا، كي يعطوكم جمله فيها سي زائد بريزون دو لانديكاتيف، واش معناتو هذا الكلام؟ يعطيكم جمله سي فيها سي وزيد يعطيكم في الفعل هذا كيكون مصرف البريزون دو لانديكاتيف. اذا الفعل الثاني، الفعل الثاني لازم عليكم انكم تصرفوا في الفيتور سامبل. اسكو سي كلير؟ نجي للثانيه، اذا عطاكم جمله فيها سي والفعل اللي يجي مورا سي راه مصرف في لامبارفي، الفعل الثاني لازم تكونوا مصرفينه في الكونديسيونيل بريزون، وراح نعطوا الامثله اكيد على هذا الشيء. نزيدوا، اذا عطاكم جمله فيها ا كونديسيون كو، اذا نعرفوا بلي الفعل لازم يصرفوه في السوبجونكتيف بريزون. اذا عطاكم جمله فيها او كا او، وبيان دون لو كا او، اذا نعرفوا هنايا كيف كيف راح نصرفوا هذاك الفعل في لو كونديسيونيل بريزون. الان راح نعطيكم مثال على سي زائد بريزون دي لانديكاتيف كيفاش تولينا في الفيتور سامبل. تبعوا معايا الجمله الاولى، سي تو ريفيز تي لوسون، عندنا سي الفعل ريفيز راه مصرف في البريزون دي لانديكاتيف، اذا الفعل الثاني فاش نصرفه في الفيتور سامبل، وتصبح الجمله كالاتي: سي تو ريفيز تي لوسون تي ريوسيرا او بي ام، اذا رجعت دروسك سوف تنجح في البي ام. والجمله سي تو ريفيز تي لوسون هذه نسموها بروبوزيسيون سوبوردوني دو كونديسيون. نشوفوا المثال الثاني، كيكون عندنا سي بلس لامبارفي، داكور، سي بلس لامبارفي، هنا كيفاش تحول الجمله الى الكونديسيونال بريزون؟ عندنا سي تو ريفيزي تي لوسون، اذا عندنا سي وعندنا الفعل هذا ريفيزي راه مصرف لامبارفي. شوفوا كيفاش تولي هنا الفعل قلنا نصرفو في الكونديسيونال بريزون. كونديسيونال بريزون واش هو؟ عندنا لو فيرب ريوسير نخلوه كيما راه، نضيفو له فقط التيرمينيزون تاع لامبارفي، وتصبح بالشكل الاتي: تو ريوسيري او بي ام. والجمله سي تو ريفيزي تي لوسون، سي تو ريفيزي تي لوسون، دونك هنا هاد الجمله نسموها بروبوزيسيون سوبوردوني دو كونديسيون. المثال اللي بعدو، ا كونديسيون كو بروف كو، هنا الفعل لازم يكون مصرف موراها في البريزون دو سبجونكتيف. تبعوا معايا مليح، قال لك tu réussiras au BM، سوف تنجح في البيام، à condition que، على شرط، tu travailles bien. دونك هنا قلنا تيرمينيزون تاع سبجونكتيف هي او او اس او اي او ان اس اي او زد او ان تي. دونك هنا à condition que tu travailles bien سموها بروبوزيسيون سوبوردوني دو كونديسيون. المثال اللي بعدو، au cas où، dans le cas où، هنا الفعل اللي موراها لازم يكون مصرف لو كونديسيونيل بريزون. دونك او كا او tu le voudrais je viendrai. دونك هنا الفعل هذا viendrai تاني راهنا مصرفينو فاش؟ في لو كونديسيونيل بريزون. دونك خلينا نورمال الفعل تاعنا، ضفنا له فقط لا تيرمينيزون، باردون، tu voudrais. دونك هنا ضفنا له فقط لا تيرمينيزون تاع لامبارفي، voudrais، راكم راكم تلاحظوا فيها. دونك هنا هذه او كا او tu le voudrais، دونك هذه نسموها لا بروبوزيسيون سوبوردوني دو كونديسيون.
الآن راح نعطيكم بعض الأفعال اللي تتصرف طريقة التصريف نتاعها. مثلا عندي لافي، لاحظوا معايا لافي كيفاش يتصرف. نبدأ بالفيتشر سامبل. في الفيتشر سامبل قلنا نخلو الأفعال كيما راهي، فقط نضيف تيرمينيزون اي اس ا او ان اس او زد او ان تي. بالنسبه للسبجونكتيف بريزون، اكيد السبجونكتيف بريزون راح نقلع هذيك الاو ار وندير تيرمينيزون اللي قلت لكم عليها، واللي هي او او اس او اي او ان اس اي او زد او ان تي. اما بالنسبه للكونديسيونال بريزون فقلت لكم انه نخلو نفس الفعل كيما راه كيما عطاوهولنا، نخلوه فقط اني نضيف التيرمينيزون تاع لامبارفي واللي هي اي اس اي اس اي تي اي او ان اس اي او زد اي او ان تي. الان الفعل الثاني هو من بين افعال تاع الفوج الثاني واللي خاصكم تركزوا فيها مليح معايا. عندي لو فيرب فينير، في الفيتور سامبل نخلوه كيما راه كيما قلت لكم، فقط اني نضيف تيرمينيزون اي اس ا او ان اس او زد او ان تي. حذاري في الفيتور سامبل دائما تيرمينيزون تكون او ان تي. اما بالنسبه للسبجونتي بريزون فهنا حذاري، بما انه هو التيرمي هو ستان فيرب دوزيام كوب، اذا رايح نضيف هذيك الاي دو اس وتصبح بالشكل الاتي: اي دو اس او اي دو اس او اس اي دو اس او اي دو اس اي او ان اس اي دو اس اي او زد اي دو اس او ان تي. اما بالنسبه للكونديسيونال بريزون فقلنا نخلو الفعل التالي كيما راه، فقط ان نضيف لا تيرمينيزون تاع لامبارفي وتصبح بالشكل الاتي: اي اس اي اس اي تي اي او ان اس اي او زد اي او ان تي. اكيد ما ننساوش افعال تاع الفوج الثالث، ومثلا لو فيرب الي كيفاش يولي لو فيرب الي. نعطيكم على سبيل المثال الي ولنا جيري. دونك هنا نهضروا على الكونديسيونيل بريزون، جو دي بيان رانا نهضروا على الكونديسيونيل. اذا هنا الي هو حاله خاصه، اصبح لنا جيري tu iras il elle ira nous aurons vous aurez il avec elle il avec elle c'est avec elle iront. دونك هنا ما خص avoir سبحنا جوري بهذه الطريقه ونكملوا être serait ونكملوا كانه avoir ou être انكم تصرفوهم في الفوتور وتضيفوا لهم لا تيرمينيزون تاع لامبارفي. pouvoir سبحنا pourrait devoir devrait partir partirai كما راكم تلاحظوا tenir tiendrai ونكملوا تيرمينيزون venir je viendrai ونكملوا تيرمينيزون voir verrai vouloir voudrait mourir mouri حذاري رانا ضفنا زوج تاع الار faire ferait. والان راح نتكلموا ان بيتي بو على لورتوغراف. الان راح نتكلموا على لا بونكتياسيون دون لو ديالوغ، معناتها علامات الترقيم في الحوار. لازم يكونوا عندنا لي دو بوين، هذه النقطتين انتروديويز اون بريز دو بارول، معناتها هنالك قول سوف يقال. لي غيومي المزدوجتين اون كادر لي بارول، يعني تحوط على الاقوال لشخص معين. لو تيغي يعني هذيك المطه الصغيره واش تمثل؟ انديك لو شونجمون دو لوكوتور، معناتها تبين تغير القارئ او تغير لي بيرسوناج. اسكو سي كلير؟ نعطيكم مثال لا في دوموندا. اولا دوموندا سي ان فيرب دو بارول، عندي لي دو بوين وعندي لي دو غيومي. داكور لا في دوموندا دي موا بابا سي كوا لو راسيزم. داكور وهو الان جاوبها، شوفوا معايا كي تغير الشخصيه. دونك سي لو روجي دو لوتر، هو رفض الاخر. هذا زائد تلميذ فيما يخص لا بونكتياسيون دون لو ديالوغ. الان راح نتكلم على لي زوموفون. واش هما لي زوموفون؟ لي زوموفون هما الكلمات اللي عندهم نفس السمع، داكور النطق تنطقيهم نفس النطق وعندهم نفس السمع، لكن المعنى تاعهم اكيد يختلف. دونك سو سون دي مو، هي عباره عن كلمات كي اون اون برونونسياسيون ايدونتيك، عندهم نفس النطق، مي ايل سون ني لا ميم اكريتور ني لو ميم سونس، لكن الكتابه ماهيش كيف كيف والمعنى ماهوش كيف كيف. نعطيكم مثال، عندنا فيغ. هنا فيغ شوفوا الكتابه تاعها، هنا معناتها كاس. الفيغ الثانيه معناتها انيما يعني دوده. الفيرت تالتا معناتها لا كولور فيغ. اسكو سي كلير؟ خضراء. اما هنايا فيغ يعني باتجاه، اون ديريكسيون دو. دونك هنا هادو هما لي زوموفون. لي زوموفون هما عباره عن كلمات عندهم نفس النطق لكن يختلفون في الكتابه ويختلفون مدى كذلك في المعنى. الان راح نتكلموا على لي زوموفون ليكسيكو. قلنا لي زوموفون يختلفوا من عندهم عده طبائع. عندنا الطبيعه الاولى عندنا لي زوموفون ليكسيكو، دونك لا ريسومبلانس اي في انتر دي مو دو ليكسيك. عندنا يعني هنا بعض الكلمات تتشابه في النطق لكن الكتابه تاعها تختلف. دونك ممكن ان يكونوا افعال، اسماء، صفات او حتى حال. مثلا الكونت سي دوا، انها تحسب في اصابعها. جي لو لو كونت دو سانتريون، قرات قصه تاع سانتريون. هنا اعزائي التلاميذ راكم تلاحظوا كونت او كونت، يعني ننطق فيهم كيف كيف لكن ني الكتابه كيف كيف ولا المعنى تاعهم كيف كيف. اذا في هذه الطبيعه نسموهم لي زوموفون ليكسيكو. لاحظوا معايا لي زوموفون ليكسيكو.
لنا زائد تلاميذ راح نتكلموا على لي زوموفون غراماتيكو. واش هما لي زوموفون غراماتيكو؟ قال لك لا ريسامبلونس اي فيت انتر دي مو دو غرامير، ستادير التشابه راح يصرى ما بين كلمات تاع الغرامير، مثلا ديتيرمينون لي برونون لي بريبوزيسيون لي كونجونكسيون. راح نعطيو مثال: سي جون او موكي دو لوي، هاد الاشخاص استهزأوا به. الى غاماسي سي زافير، يعني لم الادوات نتاعه. اي سي تيلواني اون سيلونس، وابتعد في هدوء. سي تريست، انه امر محزن. دونك هنا مثلا راح نعطيكم مثال: سي لولا هي سي اون ديتيرمينون possessif والثانيه pardon déterminant démonstratif والسي الثانيه سي déterminant possessif. انا اعزائي التلاميذ هذا فيما يخص لي زوموفون غراماتيكو اي ليكسيكو، ميم سي ما حطوه لكمش السنه في هذا الامتحان ولا في البوام، راح تستفادوا منه في السنوات القادمه. اعزائي التلاميذ الى هنا وصلنا لنهايه هذا الفيديو، جيسبر كو هذا الفيديو تلقاكم بيان. عذرا على الصوت لاني يعني جو سوي مالاد ان تي بو، دونك فريمون جو سوي مالاد، مي مالغري سا جي في لا بارتي 3 بور فو. بيان سور سي فيز افي دي كيسيون نيزيتي با ان كير دون لي كومونتير، ما تنساوش تبارطاجيو مع الزملاء تاعكم، واذا راكم جدد ما تنساش تابوني تاكتيفي لا كلوش بور ريسيفر تو فيديو. جو فوز ام تري فور، تشاو تشاو، على لا بروشين فيديو.